يلا روح شوف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اسعد الله يومكم ومساءكم متابعي صفحه ايلوب سكرا. اليوم انا في مباشر في تيزيزو بالضبط منطقه نيبولا. حبينا نحكوا زوج ميساجات. الميساج الاول انه الامانات راهي وصلت وراهي عندهم عليها، وهذه المنطقه راهي بعد الاربعه هذه المنطقه ثاني ما شاء الله. الناس راهي كيما نقولوا استلمت الامانه وراهي توزع فيها بطريقه يعني تشوفوا فيها جد منظمه جد منظمه والحمد لله. العمليه احنا كيفاش شفنا يعني لي بيرو داكاي جماعه ريسبونسابل ما شاء الله يبعثوا ورقه اوتوريزاسيون من جماعه تاع الكوميتي اوتوريزي الكوميتي يعطوهم واش راهم يسحقوا ما شاء الله. خدمه شفنا فيها بروفيسيونال هذه، اعطيهم الصحه عليها. الميساج الثاني حبيت نحكوا للجماعه يقولوا لكم راهم ماهوش يلحقوا الاعانات راهم يحبسوا فينا في الطريق، والفيديوهات المفبركه هذيك اللي هي ديزيكليسيون ما كاش منها خلاص. رانا شوفوا رانا في الطريقه يعني الحمد لله الطريقه يعني رانا في الميدان مش يحكوا لنا، رانا في الميدان استقبلونا شوف من الطرق تاع برج منال استقبلونا.